وده الموروث بقى، ده الموروث اللي كمال محمود في اليوم السابع مسه وقال لك الاهلي سلاله، سلاله ولاده تتوارث جينات البطوله، وما قال في النظر الى الموروث الجيني بتاع النادي الاهلي جيل بعد جيل، كلها قيم ثابته، كلها معايير بطوله مستمره، وكلها حرص على النجاح الدائم جيلا بعد جيل. علشان افكركم اللي الاهلي وصل له النهارده يا جماعه من صداره انديه العالم، الاهلي بيعزز صدارته لانديه العالم الاكثر تتويجا بالبطولات المتنوعه في القرن ال21. احتفلنا بالقرن ال20 نادي القرن في افريقيا، طموحات الاهلي وصلت للعالميه. صحيح في البطولات القاريه بينافس ريال مدريد، لكن لو اضفنا كل البطولات الكرويه اللي بتلعب محلي وقاري هنلاقي الاهلي عز صدارته لهذه القائمه اللي نشرتها صحيفه ميرور البريطانيه. الاهلي ب 44 بطوله دلوقتي بالفوز الاخير، البايرن ميونخ و 40 نقطه، 40 بطوله، وياتي بعد ذلك برشلونه وريال مدريد ومان يونايتد وده الجدول اللي حضراتكم بتشوفوه. لكن هو جديد علينا الثلاثيات ولا رباعيات؟ ده مش رباعيات الخيال، دي خماسيات الاهلي، دي خماسيات الاهلي تاريخيا بالمناسبه. هنشوفوا جدول بيعكس لكم حجم الانجاز المجمع للاهلي عبر كل العصور عشان تعرفوا اللي بيحصل ده. زي ما قال كمال محمود، ده جين وراثي، جين وراثي بجد، لانه الثلاثيه اللي احنا بنحتفل بيها النهارده حصلت كاس مصر وكاس السلطان ودوري القاهره، الثلاث بطولات اللي كانت بتلعب في مصر في البدايه في موسم 24 25 26 27 30 31 فاز بالاهلي بهذه الثلاثيه، وحصل الثلاثيه بعد كده 49 50 و57 و58 دوري وكاس مصر ودوري القاهره. ثم سار الاهلي بثلاثياته وخماسياته بكل، يعني حصل بالثلاثيه 1 2 3 4 5 6 7 7 ثلاثيات في تاريخ الاهلي، وفي رباعيه كان الاهلي خد الدوري والسوبر المحلي ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقيا 2008 2009 السنه الناريه. الخماسيه بقى اللي كانت 2005 2006 و2006 2007، الخماسيه كان دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وسوبر مصر وسوبر افريقيا وثالث العالم، وتاهل لبطوله العالم وخد المركز الثالث. اذا في 10 ثلاثيات، في 2 خماسيه، في واحده رباعيه، وهذا هو الطمع المشروع زي ما قال المهندس عدلي، خرجنا الفاصل في الوقت المناسب.